حاجه مع دي حاجه مع النيل. طب غني انت الاول يا حسام. انت كمان صوتك فيه بحه كده لطيفه. البحه دي مصيبه، الصوت بتروح الصوت بيقطع معايا. في ميكروفون اهو اهو، مش هنتعب نفسك. طب حسام الاول راب ولا ايه؟ طب زي ما انت عايز. بس اغني ايه؟ غني اغنيه من الاغاني. على انت ما تفكري في اغنيه. طيب ماشي. عندي اغنيه اسمها اي كلام، هي فكرتها ان انا مش عارف اكتب من كتر يعني احنا جات لنا فتره كده ايام الاخوان وبتاع، كانت الدنيا ملخبطه قوي والاعلام ملخبط والحياه ملخبطه وكنا مكتئبين اكتئاب غير طبيعي كده وبتاع. فكنت الفتره دي مش عارف، المدير الاعمالي كلمني يقول لي يا ابني لازم تعمل اغنيه، لازم تعمل سنجلايه، اعمل حاجه. اقول له مش عارف اكتب، دماغي قافله تماما. فقال لا لو سمحت فكر كده في حاجه. فقعد افكر افكر مش لاقي حاجه اكتبها. فقررت اكتب اغنيه ليه انا مش عارف اكتب اصلا. فالاغنيه اسمها اي كلام. فبقول اكتب ازاي ويجي لي نفسي منين؟ راب. ماشي. يلا. اكتب ازاي ويجي لي نفسي منين، وكل يوم بيعدي عليا شبه يوم الاثنين، فضيات شبه بعضها، حتى اليوتيوب كله بيتعمد يقفلني بمية اسلوب، والاغاني كل مطرب شبه التاني، والمطربه اللي عجباني بيطلع وشها لثواني، وبقيت الاغنيه على الاماكن اللي تعباني. ياني عرفت ليه الشباب بيعاني، بقى لكل مواطن مطرب، كل مواطن مهرجان، ودنا زي الطاسع ملي تقلي في بتنجان، حتى الفيسبوك بقى اسمه فيس، مليان شيزوفرينيا من نوع رخيص، اللي حاطط دعاء قلت بيقوي ايمانه، وبعديها صوره عريانه لخطيبه كريستيانو. ازاي بقى؟